لي شوا اختيارات، واش هي قناعه اولا الوقت اللي امنتها لك؟ هي قناعه والوقت. كنظن بان كما قلت لك الاختيارات جات على اساس خمسه ديال المقابلات الاخيره ديال 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 البطوله بحال هكا خديت، اضافه على اللاعبين ديال الرجاء اللي كانوا عندهم كما قلت لك مقابلات دوليه. هذوما القناعات، ولاعبين شباب اللي بينهم معايا ثلاث سنين هذه بانهم علاش ما نقولوش بان بغينا هاد اللعابه نوجدوهم 2015، علاش لا؟ كلاعب اصبحي في المقابله الاولى كان من احسن اللاعبين، كرتي ما كانش اون فورم، ولكن كما قلت لك بغيت نلعب تروا بيفو لان باش نهازم راه سي تري ديفيسيل باش نرجعوا في لا كومبيتيسيون. اصبحي قدم مقابله في المستوى الكبير، ولكن بعد رجوع فتاح من 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 من, 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 من اضطريت ان يكون عندي عسري، حيت كتعرف ملي كيكون عندك كاروشي ما كاينش، دونك هاشيمي في لاغوش سي ان درواتي، دونك خصني دو غوشي، كاين فتاح وكاين رفيق. علاش وصلنا تقريبا للمرمى عده مرات بهاد اللاعبين العسريين، والحمد لله ان في المقابله الاولى الحارس دا احسن لاعب، المقابله الثانيه الوادي احسن لاعب، المقابله الثالثه فتاح احسن لاعب، المقابله الرابعه قبل من خمسة دقائق الاخيره كان الوادي هو اللي غيكون احسن لاعب، ففي خمسة دقائق الاخرى عرفتي اش وقع الهدف.